الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. النائب المقدسي أحمد عطون يكشف لوكالة سند للأنباء أن دعوة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء مطار مشترك على أرض مطار قلنديا إقرار خطير بتهويد القدس، مبينا أن المقترح الإسرائيلي يعني إدارة الاحتلال للمطار والتحكم به، ومنح السلطة الفلسطينية امتيازات لتزيين عملية التهويد أمام المجتمع الدولي. 186 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية، ونفثوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وزارة التربية والتعليم تعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثالثة الاستكمالية يوم السبت 4 ديسمبر كانون الأول، موضحة أن 3405 طلاب وطالبات سيتقدمون بعد غد السبت لهذه الامتحانات. هشام أبو هواش يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 8 بعد 100 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري. وأرجأت محكمة الاستئنافات العسكرية في عفر البت في قضيته مجددا بعد عقد جلسة استئناف له. منظمة الصحة العالمية تعلن أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أن متحور دلتا أصبح المتحور السائد في أوروبا، ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرف عن المتحور أوميكرون. تلقى نجم الكرة المصرية الأسطورة محمد أبو تريكة دعماً كبيراً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من جميع أنحاء العالم، ودشن مستخدمو الموقع حملة لدعم أبو تريكة، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت له من الصحف ووسائل الإعلام الغربية. نهاية الموجز، في أمان الله.